أريد أن أسأل الشيعية الديخي أقول له سأتفق معك فيما تقول حطها برقبة عالم واطلع منها سالم سأتفق معك أنا أريد أسألك هو العالم وينه اللي انت تريد تحطها برقبته. اذا تقول لي السيستاني انت شلون عرفت هو عالم؟ انت اذا تريد تعرف هو عالم لازم تسمع من عنده علم، انت سمعت من عنده علم؟ أنت ما تعرف الكتب أنت لا تعرف من أين جاء بالمعلومات التي وضعها في كتبه نخلها من كتب الذين سبقوه والذين سبقوه جاءوا بمعلوماتهم من العيون الكدره القذره بس اني اريد اسالك انت الديخي الشيعي مع احترامي لك انت تقول حطها برقبه عالم واطلع منها سالم غير تعرف منو هذا العالم على الاقل تسمع من عنده شويه معلومات اللي تخليك تقتنع هذا عالم، انت تقبل تروح الى طبيب وما يحكي وياك الطبيب، يخلي الفراش يحكي وياك، وتقول هذا طبيب لأنه سمعت من الناس هذا طبيب؟ شلون تقبل أن السيستاني عالم وأنت ما سامع من عنده عالم الدين لا بد أن يتكلم مع الناس على الأقل أن يتحدث معهم أسبوعياً في الشهر مرة في السنه مره في العمر مره هل سمع الناس بهذا ان زعيما دينيا منذ ان صار زعيما لطائفة لأمة لمجموعة وإلى أن يموت ما تكلم بكلمة واحدة معهم أنت أيها الديخي تقبل إذا تروح النجار النجار ما يحكي وياك وما يراويك شغله صانع النجار يسولف وياك تقبل بشغل النجار هذا وراح تتفق وياه على عمل في النجاره انت محتاجه لماذا لا تشغل عقلك حينما تتعامل مع المراجع اتعلم يا ايها الديخي لماذا لانك حمار شيطاني لان الشيطان قد استحمرك لصالح هؤلاء الحمير الذين يقال لهم ايات الله العظمى ايات الشيطان هذا هو الواقع على أي حال النقطة الثانية تأكد حالة التيه في الواقع الشيعي وارتفاع نسبة الاستحمار والثولي قطعا بنشاط مرجعي من التثويل والتجهيل والتغفيل والضحك على الذقون ومع ذلك فإن نسبة الاستحمار في الوسط المرجعي عالية جدا أيضا بحسبهم فهناك استحمار مرجعي وهناك استحمار في اتباع المراجع ومر هذا علينا فان القران وصف البلاعم بانهم كلاب وامير المؤمنين وصف اتباعهم بانهم اشباه الكلاب واطاعهم الخلق اشباه الكلاب فالبلاعم وهم مراجع الدين على طريقه بلعم ابن باعوره وصفهم القراني بانهم كلاب اتباعهم امير المؤمنين وصفهم بانهم اشباه الكلاب الروايه هنا ساقراها ساقراها ان وجدت مجالا مناسبا في هذه الحلقه اذا النقطه الاولى الواضحه في واقعنا الشيعي توفر اسباب التمهيد عبر تغير الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاعلاميه بنحو لم يكن مسبوقا لم يكن قد مر علينا في مقطع زماني قبل مقطعنا الزماني المعاصر والنقطه الثانيه تاكد حاله التيه انه التيه المضاعف الذي اخبرنا به امير المؤمنين صلوات الله عليه وارتفاع نسبه الاستحمار في الوسط المرجعي بحسبهم وفي وسط اتباع المراجع بحسبهم ايضا هذه الظاهره واضحه جدا للذي يريد ان يرصد الواقع الشيعي المراجع في الاجيال السابقه قد يمتلكون بعض المواهب قد يكونون من أهل الأدب ومن أهل الشعر وقد يمتلكون ثقافة في التأريخ مثلا أو في باب من أبواب الآداب والفنون قد يمتلكون قدرا من الفصاحة والقدرة على الحديث بنحو مناسب لكن الموجودين الان عباره عن ركام من العورات عباره عن مجموعه من المعايب والقبائح بكل اشكالها والوانها واقع الحياه يشهد بذلك والوثائق التي عرضتها في برامجي الكثيره الموجوده على الانترنت تشهد بشكل صريح وواضح بهذه الحقيقه هذا لا يعني ان المراجع في الاجيال السابقه كانوا على هدى انهم نتاج نفس المنهج الطوسي البتري لكنهم قد يكونون افضل من الموجودين الان بموهبه معينه بثقافه معينه باطلاع على شيء من المعرفه في العلوم المختلفه النقطه الثالثه تبلور المشروع البتري بشكل واضح المشروع البتري منذ ان بدات مرجعيه السيستاني وهو يتشكل شيئا فشيئا ما اعتقده ان اكثر المرجعيات الشيعيه ولوغا في الفكر البتري والمرجئي هي المرجعيه السيستانيه والذي زاد الامر سوءا حينما تصدى للشأن السياسي بعد 2003 ميلاديه بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم. حينما تصدى السيستاني للسياسه لقد ذهب بعيدا في بتريته ومرجئيته القذره. وان كان حال الباقين ما هو باحسن من حاله لكنهم لم يباشروا العمل السياسي مثل ما باشر هو تبلور المشروع البتري بشكل واضح العمائم مهيئون لحرب امام زماننا لان العمائم عبيد لذكورهم وبطونهم بشكل عام المعمم عباره عن الة ذكرية وعن معدة للطعام اذا كان هناك من شذ عن هذا الوصف فاولئك قليلون جدا ونحتاج الى دليل يثبت خروجهم عن هذا الوصف هم ماكنه جنسيه وفرامه طعام اما العقول فقد اجرى لها المراجع العظام عمليه اخصاء فصنعوا منهم عبيدا اذلاء وحميرا حقراء اكثر مكان يهان فيه المعمم بيوت المراجع يسمعونني الان اكثر مكان يداس فيه على انف المعمم بالحذاء حينما يذهب الى بيت المرجع ولذا يتحاشون ان يذهبوا الى بيوت المراجع الا في الضرورات هذا هو الواقع الحوزوي كان في السابق هكذا وهو في زماننا هكذا وسيبقى هكذا برنامج المرجعيه هكذا هكذا المراجع والا فلا. هذه الحقيقه حقيقه واقعيه. اصحاب العمائم الصغيره يسمعونني الان ويعرفون حقيقه ما اقول وصدق ما اقول. على أي حال العمائم الحقيرة مهيئة ضمن البرنامج المرجعي البتري النجفي لحرب صاحب الأمر وكذاك الأحزاب القطبية القذرة وما يتفرع عنها من ميليشيات من مجموعات هؤلاء مهيئون لحرب صاحب الامر اتعلمون لماذا لانهم سيجدون فيما يعلنه صاحب الامر من دين سيجدون فيه دين ضلال لان هؤلاء ابناء سقيفة بني ساعدة غاية الأمر هناك قشرة خفيفة صنعها الطوسي له سقيفة بني طوسي صنعت قشرة خفيفة أخذتها من ثقافة العترة ومن حواشي ثقافة العترة وضعتها غطاء رقيقا فوق دين سقفه بني ساعده هذه هي الحقيقه من الاخر الحسينيات الحسينيات مراكز عداء لصاحب الامر امامنا الصادق هكذا تحدث عن اكثر مراجع التقليد عند الشيعه زمان الغيبه الكبرى في تفسير امامنا الحسن العسكري يتحدث عن اكثر مراجع التقليد عند الشيعه زمان الغيبة الكبرى يقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا إنهم ضعفاء العقول ما هم بضعفاء الأبدان بسبب عملية الإخصاء العقلي التي جرت في الواقع الشيعي من قبل مراجع النجف وكربلاء وفقا للمنهج الطوسي البتري القدر وهم اضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه فانهم جيش يزيد شمر وحرمله وحجار ابن ابجر وغيرهم فانهم يسلبونهم الارواح والاموال يسلبون الحسين واصحابه الارواح والاموال وللمسلوبين عند الله افضل الاحوال لما لحقهم من اعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بانهم لنا موالون ولاعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهه على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم علماء الوهابيه لا يستطيعون ان يفعلوا هذا ولا يضلون الشيعه علماء الازهر كذلك إنهم مراجع النجف وكربلاء فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب فمراجع النجف وكربلاء ألعنوا من شمر وألعنوا من حرملة الإمام يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ماذا يقول إمامنا الصادق عن خدام الحسين الذين يصفون انفسهم بهذا الوصف اقرأ عليكم من الهدايه الكبرى للحسين بن حمدان المتوفى سنه 358 للهجره وهذه طبعة مؤسسه الاعلمي بيروت لبنان صفحة 574 الحديث الثاني تحت عنوان قتلة الحسين بسنده عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان الذين يتبعون دينا محرفا فأديان الأنبياء حرفت من بعدهم أو في غيبتهم مثلما غاب موسى ثلاثين يوما في الميقات فحرف السامري وكان من علماء بني إسرائيل فحرف السامري دينهم دين بني إسرائيل في غيبة قصيرة إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان نحن في آخر الزمان آخر الزمان بدأ منذ ولادة صاحب الزمان بحسب ثقافة العترة الطاهرة لأن النبي والأئمة أخبرونا من أن صاحب الزمان يولد في آخر الزمان فآخر الزمان ابتدأ منذ زمان ولادته صلوات الله عليه. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان، أذهبوا إلى آخر الحديث. قال قلت فمن هؤلاء قتله الانبياء من الذي يقول هذا الكلام انه محمد بن سنان لانه عرض حديث المفضل عن امامنا الصادق بخصوص قتله الحسين في اخر الزمان وهم الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته محمد ابن سنان عرض الحديث على الامام الرضا الى ان سال محمد ابن سنان الامام الرضا صلوات الله عليه فمن هؤلاء قتله الانبياء في كل زمان الامام الرضا قال: هم المنتحلة لولايتنا، المنتحلة المعتقدون لولايتنا، هم يعتقدون بولايتنا ولكن ليس على منهجنا، حدثتكم في يوم امس من ان الخادمة عليه ان يخدم وفق ما يريد المخدوم لا وفق ما يريده هو او وفق ما يريد شخص اخر فان الله قال لابليس لما رفض السجود لادم وقال لله من انه سيسجد له سيسجد لله الله لعنه وطرده وقال له يا ابليس اني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت تريد فخدام الحسين الذين يخدمون الحسين يخدمون الحسين من حيث تريد المرجعية ومن حيث هم يريدون لا من حيث يريد صاحب الأمر الذي هو إمامهم هؤلاء هم قتله الحسين الذين تتحدث عنهم كلمات امامنا الصادق وامامنا الرضا قلت فمن هؤلاء قتله الانبياء في كل زمان امامنا الرضا يقول هم المنتحله لولايتنا وليسوا منا ما هم من شيعتنا هم شيعه المراجع المراجع لا يعتقدون بالرجعه كما يريد الائمه والائمه يقولون من لم يؤمن برجعتنا فليس منا مراجعكم في النجف وكربلاء لا يعتقدون بالرجعه كما يريد الائمه اما ان ينكروها واما ان يتاولوها وإما أن يتحدثوا عن رجعة لا علاقة لها بالرجعة التي تحدث عنها الأئمة يجهلونها لا يعرفونها حمير هؤلاء وحق الزهراء لا يعرفونها وقد عرضت هذا في برامجي وجئت بكتبه جهال لا يفقهون عقائد أهل البيت أخذوا العقائد من الذين سبقوهم تقليدا هؤلاء ما هم بمحققين هؤلاء مضرطون هذه الحقيقة الواضحة التي أثبتها بمئات الأدلة في برامجي من كتبهم بأصواتهم من دروسهم وبالفيديوهات اذا كنتم تبحثون عن حقيقه دينكم فعودوا الى برامجي الموثقه وتاكدوا من ذلك بانفسكم فقال امامنا الرضا هم المنتحله لولايتنا وليسوا منا فاولئك عليهم لعنه الله ولعنه اللاعنين ما هذا الكلام ذكره امامنا الصادق بخصوص هؤلاء المراجع هؤلاء هم المراجع وهؤلاء هم الاتباع ماذا قال امامنا الصادق عن مراجع الضلال هؤلاء فيجمع له بذلك خير الدنيا والاخره، لمن؟ للذي ترك المراجع، لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه فان صاحب الامر يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هذا الذي يهجر المراجع الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه للقبول من ذلك الفقيه المؤمن الذي يقف به على الصواب في الجهة المعارضة لاولئك المراجع لان الصواب في خلافهم فيجمع له بذلك خير الدنيا والاخره لذلك المؤمن الذي هجر المراجع ويجمع على من اضله من المراجع اللعنه ويجمع على من اضله لعن الدنيا وعذاب الاخره فهؤلاء ملعونون واتباعهم ايضا ملعونون هذه احاديث اهل البيت تضعفونها انتم احرار بالنسبه لي هذه الاحاديث ثابته عندي وساحاسب يوم القيامه وفقا لعقلي بحسب عقلي وبحثي وتحقيقي هذه الاحاديث صحيحه وقد اثبتت صحتها في برامجي وبالادله والبحث والتحقيق والتنقيب والتنقير وبعرض الاحاديث على حقائق القران وهذا كله مر في برامجي السابقه من هم قتلة الحسين في آخر الزمان؟ الذين يزورون قبره ويتشافون بتربته والذين ينتحلون ولايتنا كما يقول إمامنا الرضا لكنهم ليسوا منا ما هم من شيعتنا إنهم شيعة المراجع حينما أقسم التشيع إلى قسمين لم يكن هذا الامر مزاجيا هذا الامر واضح في كل رواياتهم في كل احاديثهم وواضح ايضا في دراسه رضا، لكنهم ليسوا منا ما هم من شيعتنا انهم شيعه المراجع حينما أقسم التشيع إلى قسمين لم يكن هذا الأمر مزاجيا هذا الأمر واضح في كل رواياتهم في كل أحاديثهم وواضح أيضا في دراستي لواقع مراجع الشيعة منذ سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره حينما اسس الطوسي حوزه النجف والى هذه اللحظه هناك تشيعان هناك تشيع لصاحب الامر في الكتب موجود في كتب حديث اهل البيت وهناك تشيع للمراجع هو هذا الذي عليه الشيعه فالذين يقولون نحن خدام الحسين هم شيعه المراجع هم الذين يزورون قبر الحسين وهم الذين يتشافون بتربه الحسين وهم الذين ينتحلون ولايه اهل البيت يعتقدون بها لكن الامام الرضا يقول لكنهم ليسوا منا فاولئك عليهم لعنه الله ولعنه اللاعنين اتعرفون من هم اللاعنون اللاعنون محمد وآل محمد هذه ثقافة العترة القرآن حين يتحدث عن اللاعنين بحسب تفسيرهم لقرآنهم إنهم محمد وآل محمد لعنتي أنا ولعنتكم أنتم لا تؤثروا في الملعونين لعنة محمد وآل محمد هي التي تؤثر في الملعونين. فعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين، اللاعنون هنا محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. بالضبط مثل ما جاء في الكتاب الكريم في وصف بلعم المرجع الإسرائيلي الكبير آية الله العظمى في بني إسرائيل مثل ما جاء وصفه في سورة الأعراف في الآية السادسة والسبعين بعد المئة بعد البسملة فمثله كمثل الكلب البلاعم وهم المراجع والعلماء على المنهج البلعمي كلاب امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخاطب الشيعه يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا المعتقدين مودتنا اياكم واصحاب الراي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها طبقوا طبقوا يا أصحاب العمائم كلام أمير المؤمنين عليكم وعلى مراجعكم هذه المضامين تنطبق عليكم انطباقا كاملا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن تفلتت منهم الاحاديث ان يحفظوها واعيتهم السنه ان يعوها فماذا فعلوا؟ ضللوا الناس فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا يعبثون به كما يشاءون فذلت لهم الرقاب من اصحاب العمائم وغير اصحاب العمائم من السياسيين من الذين يجدون مصالحهم ان يكونوا عبيدا عند هؤلاء فذلت لهم الرقاب واطاعهم الخلق اشباه الكلاب فالمراجع البلاعم كلاب واتباعهم اشباه الكلاب المراجع في روايه التقليد اضر من شمر وحرمله واتباعهم قتله الحسين الذين هم اضر من شمر وحرمله يعني انهم اضر من قتله الحسين اتباعهم بمستوى قتله الحسين منطق واحد، ألا لعنة على منهج الطوسي، على منهج الخوئي، على منهج محمد باقر الصدر، على منهج السيستاني، على منهج بقيه مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة على منهجهم الذي ضلل اجدادنا واسلافنا وضلل آباءنا وأمهاتنا وضللنا ولا زال يضلل الأجيال المشروع التبليغي السيستاني هدفه الأول والأخير تضليل الشيعة وإبعادهم عن منهج صاحب الأمر هذه هي الحقيقة من الآخر ماذا ستفعلون ماذا ستفعلون؟ هل ستبقون حميرا كما انتم عليه الان؟ ام انكم ستثورون على واقعكم وستغسلون عقولكم من قذارات هؤلاء القذرين. هؤلاء يخاطبهم رسول الله الاحاديث موجوده هنا. لا اجد مجالا لقراءه كل حديث رسول الله يخاطبهم يوم القيامه بالقذرين والطفسين والطفس العن من القذر يخاطبهم بالقذرين والطفسين فهذه المصطلحات ليست مني حينما استعملها اخذتها من الروايات والاحاديث وقد تحدثت عن هذا مرارا وكرارا في برامجي السابقه نذهب الى فاصل